عمرك سألت نفسك هو فعلا في ناس من آكلي لحوم البشر؟ يعني ناس ممكن تاكل ناس زيها؟ وهل ده حقيقي فعلا؟ ولو فعلا هم موجودين حوالينا وموجودين لحد دلوقتي حقيقة؟ أيوة، وأنا عملت فيديو قصير قبل كده عن قبيلة من القبائل اللي معروف عنها أنهم بيأكلوا لحوم البشر، وبرضو مش القبيلة دي بس هي اللي بتأكل لحوم البشر. الموضوع ده موجود من مئات بل آلاف السنين ويمكن أكتر، وكان منتشر جدا في عصور كتير وعلى شكل قبائل زي قبائل كارب، واللي بتصنف من أشرس القبائل وأكثرهم وحشية لأنهم بيعتبروا أي عدو ليهم عبارة عن وجبة شهية. وقبيلة أناسازي في أمريكا الشمالية وقبيلة الأزيتكس اللي كانت موجودة في أمريكا الجنوبية، ودول كانوا بيضحوا بآلاف البشر سنويا، ومن كتر وحشيتهم كانوا بيطلعوا قلب الضحية من مكانه وهو لسه بينبض. وغير كده ما تنفعش التضحية. موضوع أكل البشر ده بالذات كان بيحصل في الأماكن البدائية جدا والمنعزلة أو الجزر اللي محدش عارف عنها حاجة وبعدها تم اكتشافها، وكان بيحصل في بعض الأماكن أيام المجاعات وحوادث السفن وغيرها. لكن بني آدم في عصرنا يكون بيعمل كده وبيأكل بشر زيه؟ فعلا دي كارثة. ومش بس كده، ده كمان بعد ما بيقتل الناس وقبل ما يأكلها كان بيغتصب الجثث الأول وبعدين يقعد يأكلها بتلذذ وشهية مفتوحة. متخيلين حجم الموضوع؟ تعالوا أحكيلكم عنه وعرفكم كان بيعمل إيه بالظبط. يلا نبدأ حكاية. الشخص اللي بتكلم عنه النهاردة اسمه جيفري دامر، مواليد 21 مايو 1960. اتولد في ميلواكي في ولاية ويسكونسن في أمريكا. كان زيه زي أغلب الأطفال، خجول جدا وبيتكسف من أي حاجة وكل حاجة، وكمان كان مهمل حبتين، بس كان شخصية انطوائية جدا وعمره ما كون أصدقاء في أي مرحلة من مراحل الدراسة. جيفري كان عايش مع أسرته المكونة من أب وأم وأخ أصغر منه. حياته الأسرية ما كانتش أحسن حاجة، والدته ما كانتش مهتمة بيه تماما ولا كانت بتلعب دور الأم في حياته، يعني من الآخر وجودها زي عدمه. وزود على ده بقى أنه كان في مشاكل كتير جدا ما بينها وما بين والده، وحرفيا كان كل يوم خناق وأصوات عالية. وآخرة المشاكل دي وصلت لانفصال والدين الاتنين، ومامته أخدت حضانة أخوه الأصغر وقررت أنها مش عايزة جيفري وسابته البابا يربيه، وجيفري تربى مع زوجة والده ووالده. جيفري بقى بيتصرف تصرفات غريبة جدا مفيش بني آدم طبيعي أو سوي ممكن يعملها، زي أنه كان بيحب يلعب بالحيوانات الميتة. والله زي ما سمعتم كده، كان بينزل الشارع يدور على أي حيوان ميت ونفق وياخده ويروح بيه البيت يقعد يلعب بيه كأنه دمية أو عروس. ومش بس كده، جيفري كان دايما بيقول أنه بيستمتع جدا وهو بيكسر عظم الحيوانات دي، وأنه صوت تكسير العظم بتاعهم كان بيسعده جدا وبيهديه مهما كان متضايق أو متعصب. والأسوأ كمان غياب دور الأهل وإهمالهم، شايفين ابنهم بيتصرف تصرفات بالشكل الغريب والوحش ده، محدش اهتم إنه يعالج تصرفاته لا من أهله ولا من مدرسين ولا من أي حد، أو يسعى يشوف هو كطفل بيعمل كده ليه أو حتى يوديه لطبيب نفسي. يعني أكيد هو وقتها كطفل كان بيمر بأزمة نفسية كبيرة وكان محتاج تدخل طبي سريع، أكيد كان ممكن الموضوع يتلحق ويخلص في المرحلة دي حتى لو العلاج النفسي أخد وقت شوية، بس الأكيد أنه كان مش هيوصل للي وصله في الآخر. وده بيعرفنا قد إيه دور الأهل مهم جدا وقد إيه تصرفات الأهالي بتأثر بشكل كبير ومباشر على الطفل، فخليكم حظهم الحلو في الدنيا. نرجع لحكايتنا. جيفري هو في سن الـ14 بكل تأكيد وضعه ساء أكتر وأصبح مدمن كحوليات بطريقة شرهة جدا، وبقى بيشرب كميات مبالغ فيها، وقبل ما دخل الثانوي الدنيا باظت على الآخر وأصبحت ميوله شاذة جنسيا. والأسوأ من كل ده إنه كان بيقعد يتخيل إنه بيمارس الشذوذ مع جثث مش حتى ناس عايشة. متخيلين البشاعة؟ يعني شاذ جنسيا وكمان مع جثث. التخيلات ما وقفتش هنا، لا ده بقى كمان بيتخيل إنه بعد ما بيخلص ممارسة الشذوذ مع الجثة إنه هيبدأ يشرحها ويقطعها حتة حتة بكل شهوة واستمتاع. جيفري بيقول مجرد بس تخيل الحاجات دي إنه ممكن يقدر يعملها أو ممكن تحصل في الحقيقة كان بيسعده جدا، وكان بيتمنى إنه يقدر يعمل كده في يوم من الأيام. وبعد ما بقى مدمن رسمي ومش فايق لأي حاجة في حياته غير الشرب وشوية التخيلات المريضة دي، جيفري اتطرد من المدرسة بسبب سوء سلوك. وقتها أبوه قرر إنه يخليه يدخل الجيش لعل وعسى ينصلح حاله، وبالفعل دخل الجيش ويا دوبك سنتين، وبرضه بسبب شربه للكحوليات وإدمانه
تم طرده من الجيش. وقتها مرضاش يرجع يعيش مع والده وراح يعيش مع جدته، وفضل معاها لمدة 6 سنين. وخلال ال6 سنين دول جدته كانت بتلاحظ عليه حاجات غريبة جدا، من ضمن عمايله انها لقيته مرة سارق مانيكان من محل وبيمارس معاها الجنس، ده غير كمان انه في مرة اتقبض عليه بتهمة جنسية. وقتها جدته خافت منه ومن تصرفاته الغير متزنة، وقررت انها تطرده من عندها وطلبت منه يسيب البيت فورا. جيفري وقتها ما كانش عنده طموح لأي حاجة يعملها في حياته غير انه يدوب يشتغل اي شغلانة بسيطة عشان يجيب فلوس ياكل ويجيب المشروبات الكحولية. وبالفعل راح دور على شغل وشوية مش كتير واشتغل في مصنع كاكاو، ومن هنا بقى متفرغ للشغل وخيالاته المريضة. يا ترى بقى كان كلها تخيلات؟ اكيد الامر ما وقفش هنا. جيفري قرر يحول تخيلاته دي الحقيقة وبدأ يخطط عشان يوم ما ينفذ ما يتقبضش عليه. وبالفعل ارتكب اول جريمة وهو يدوبك عمره 18 سنة، وما اكتفاش بيها، لأ الموضوع عجبه جدا، ومن يومها بدأ سلسلة كاملة من القتل والاختصاب. مش بس كده، جيفري كان بيحب يوثق ويصور جرائمه دي كلها في كل مراحلها من اول القتل لحد الاختصاب وتقطيع الجثث، وبعد ما يخلص يقعد يتفرج على الجثث وهو بيشرب الخمور ويفخر باللي عمل. وكان كل شوية يقعد يفكر ازاي يطور ويسهل على نفسه فكرة استيراد الضحية الجديدة. وبعد تفكير طويل قرر انه يصطادهم من الأندية المخصصة للشواذ جنسية اللي كانوا بيجتمعوا فيها بالليل، وقال في باله ان مفيش مكان اسهل من كده لان كله بيبقى سكران ومش واعي لحاجة، وهيبقى سهل انه يستدرج الشخص اللي هيقتله ومحدش هيركز هو خرج ولا طلع مع مين، خصوصا كمان ان اغلب الأندية دي بيبقى فيها الشباب الهربانين من اسرهم وبيوتهم، وبمعنى اصح ملهمش حد يدور عليهم او يلاحظ اختفائهم، وحتى لو حد لاحظ اختفائهم هيبقى بعدها بمدة مش قليلة أبدا. يعني جيفري كان واعي جدا وذكي ومقرر هيعمل إيه بالظبط من غير ما البوليس يمسكه. جيفري كان دايما بيقصد أن يكون ضحاياه من أصحاب البشرة السمراء أو الغمق، ولم يذكر ليه كان بيفضل أصحاب البشرة الغمق، نوع من العنصرية ولا إيه محدش يعرف. وكان دايما بيروح نادي معين وده اللي كان بيصطاد منه ضحاياه، ويقعد يغريهم انه هيديهم فلوس او يعزمهم على المشروبات الكحولية ويعرض عليهم المخدرات فيشوفوا ان معاه فلوس ويروحوا معاه، وطبعا يقوم بجريمته. واول ما يوصل هو والضحية البيت كان بيروح يخنقه، وبعد ما يتأكد ان الضحية ماتت بيبدأ يجرده من هدومه ويمارس معاه الشذوذ الجنسي، واما يخلص بيجيب ادواته ويبدأ يفصل اللحم عن العظم ويطبخ شوية من اللحم وياكله، وباقي اللحم بيحفظه في التلاجة ويتخلص من العظم. بس كان بيحتفظ بحاجة من ضحاياه، جمجمة، هيكل عظمي، الفك، أي شيء هو عايزه أو اللي بيجي في باله بيقرر يحتفظ بيه. أول جريمة ارتكبها جيفري كان في صيف سنة 1978، كان وقتها عنده 18 سنة زي ما قلتلكم، قتل فيها شاب اسمه ستيفن هيكس. ستيفن هو كمان كان عنده 18 سنة. يومها كانوا قاعدين مع بعض وستيفن كان عايز يروح حفلة روك كانت معمولة في مكان قريب. جيفري قعد يلح عليه انه الافضل يروحوا مع بعض البيت يقعدوا شوية وبعدين يبقى يروح الحفلة، ومن كتر الالحاح ستيفن وافق. وفعلا روحوا قعدوا يشربوا الخمور شوية وستيفن كان عايز يمشي، لكن جيفري جاب حاجة وقعد يضرب بيها ستيفن على دماغه لحد ما وقع فاقد الوعي، وبعدها خنقه لحد ما تأكد انه مات ومارس معاه الشذوذ الجنسي وقعد يقطع في الجثة عشان يبقى سهل عليه ينقلها من مكان للتاني، ونزل بالليل في الساحة الخلفية للمكان اللي ساكن فيه ودفن فيه الجثة. وبعد اسبوع راح جاب حمض وجهز كل حاجة ونزل حفر تاني وطلع الجثة وحطها في الحمض لحد ما اللحم اختفى نهائي، وجاب مطرقة او شاكوش وبدأ يكسر في العظم وحطه في كيس او شنطة، وبعد كده راح غابة قريبة من البيت بتاعه وبدأ يرمي منها شوية شوية في كل مكان، ووقتها محدش اكتشف حاجة. حتى في الفترة اللي والده أكبره ودخل فيها الجيش حد من زمايله بعدها اعترف ان جيفري قام بتعذيبه واختصبه هناك، وما اتفصل من الجيش راح على ميامي واشتغل هناك في محل بيعمل سندوتشات وأجر غرفة في فندق وقعد فترة فيها. وفي سنة 1982 تم القبض عليه بتهمة التحرش بالنساء والأطفال، واتحكم عليه وقتها بتغريمه 50 دولار وإلزامه بمصاريف المحكمة. وبعدها كلم والده وطلب منه أنه يرجع يعيش معاه مرة تانية، وسنة 1986 تم القبض عليه
بسبب ممارسة العادة السرية قدام أطفال أعمارهم ما تعديش الـ 12 سنة. وقال جيفري في المحكمة إنه كان بيتبول في الشارع وهم شافوه، وبسبب إن ما كانش فيه شهود الموضوع اتقلب من تهمة التحرش الجنسي لارتكاب سلوك غير منضبط، واتحط تحت المراقبة لمدة سنة كاملة. وفي سنة 1987 راح جيفري فندق في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وكان معاه واحد، وأخدوا أوضة واحدة ليهم هما الاتنين وقضوا الليلة هناك. وبعد ما جيفري اتقبض عليه قال إن إحنا كنا بنمارس الجنس مع بعض وكنا بنشرب المخدرات والكحوليات، وإنه مش فاكر إيه اللي حصل بالظبط، بس في شهود قالوا إنهم شافوا الولد شبه فقد للوعي وجسمه مليان كدمات وفي دم بيخرج من بقه. وجيفري فضل يأكد إنهم بعد ما مارسوا الجنس وقعدوا يشربوا في الحاجات اللي معاهم مش فاكر إيه اللي حصل بالظبط، لكن بعد تضييق الخناق عليه قال إن هو كان بيعذبه أثناء ممارسة الجنس، والشاب مات في إيده، فجاب شنطة كبيرة وحطه فيها وبعدين دفع حساب الأوتيل ومشي روح البيت. وحكى وقال أنا ما وصلت البيت حطيته على الأرض وبدأت أقطع الرأس والرجلين والإيدين، وبعدين قسمته النصين وفصلت اللحم عن العظم وقطعت اللحم الأجزاء صغيرة وحط اللحمة في أكياس وشالها في التلاجة، وأخذ العظم وبدأ يكسر فيه لحد ما بقت أجزاء صغيرة جدا، وبعدين بدأ يرمي منهم شوية شوية في كذا مكان واحتفظ بالرأس. وبعد حوالي أسبوعين طلعها وجاب قدر من الماء المغلي وحط فيه الرأس ورمى مادة كيميائية في المية لحد ما اللحم اختفى تماما واتبقى الجمجمة واحتفظ بيها. تخيلوا بقى كان بيعمل بيها ايه، كان بيمارس مع الجمجمة الجنس، وعلى حد قوله انه لما كان بيشوفها كانت بتثيره جنسيا. متخيلين حجم المرض والجنان اللي هو فيه؟ وبعد الجريمة دي بالذات حس ان كده مش كفاية وقال انه لازم يعمل كده مع عدد اكبر، خصوصا انه حس انه متمكن، وقال انه اتخلص من الجثة كلها على بعضها في حوالي ساعتين ومحدش اكتشف حاجة، فقرر انه هيعمل نفس اللي بيعمله ده بس برتم اسرع نظرا لتمكنه، وبقى يروح النوادي بتاعت الشواذ بالليل ومعاه منوم ويقول للناس ان صديقه سكران او شارب مخدرات كتير، وياخد الضحيه بسهوله يروح بيها ويعمل اللي بيعمله. وفي مره اخد طفل معاه عمره حوالي 14 سنه بعد ما عرض على الولد انه هيصوره صور عريانه مقابل انه هيديله 50 دولار. الولد كان اسمه جيمس، الولد وافق على طول وروح مع جيفري بيته، وما راحوا هناك جيفري مارس معاه الجنس وضربه وعذبه وحاول يقتله، بس الولد قدر يهرب منه ونزل يجري في الشارع عريان تماما بدون اي ملابس، وقابل 2 بنات طلب منهم انهم يساعدوه يطلبوا له الشرطه، وفعلا الشرطه جت واخدت جيفري، بس ما قدروش يثبتوا عليه حاجه خالص، خصوصا ان جيفري كان بيتكلم بكل هدوء وبرود اعصاب، والطفل كانت جنسيته مختلف ومش عارف يتكلم انجليزي كويس، فالموضوع انتهى وخلص وفهم الشرطه انه سوء تفاهم. وبعدها استدرك نفس الطفل مره تانيه وخدره واخده معاه البيت، والولد المرة دي ما عرفش يهرب، وجيفري خنقه وقتله ومارس معاه الشذوذ تاني وقطعه واحتفظ بروسه وتخلص من باقي الجثة زي ما بيعمل. ونزل أحد الأندية الخاصة بالشواذ وقابل هناك شاب عمره 22 سنة وعرض عليه برضو 50 دولار مقابل إنه يروح معاه لممارسة الشذوذ، برضو الشاب وافق وروح معاه وخنقه جيفري بحزام جلد ومارس الجنس وقتله وقطعه بنفس التكنيك المعتاد، وكالعادة احتفظ بالجمجمة. وفي سنة 1991 راح النادي الليلي اللي بيروح وطلب من 3 شباب مرة واحدة إنهم يروحوا معاه وعرض الفلوس عليهم، 2 رفضوا والتالت كان اسمه تريسي وعمره 32 سنة وافق وروح معاه. وما دخلوا غرفة النوم لقى جيفري داخل عليه بسكينة، تريسي خاف وبعدها طلب منه جيفري انه يصوره صور عريانة، وطبعا وافق لانه عارف انه لو ما عملش كده هو اكيد هيموته. وبعدها حاول كذا مرة جيفري يعتدي عليه جنسيا، بس تريسي كان ذكي وكان بيرفض بس بلين وهدوء عشان يحاول يهرب، وبالفعل قدر يهرب ويعتبر هو الناجي الوحيد اللي قدر يدخل لبيت جيفري ويخرج منه سليم. وما طلع تريسي يجري لقى عربية شرطة في وشه وقفهم وبلغهم عن بيت جيفري وانه حاول يقتله. الشرطة راحت لبيت جيفري وفتشوا بيته، وطبعا لقوا كوارث، لقوا التلاجة مليانة أطراف بني أدمين، صوابع وأجزاء من إيدين ورؤوس وبعض الأعضاء التناسلية، واللحم طبعا كل حاجة لففها في ورق وحطيتها في الفريز. ده غير كمان انهم فتشوا الكاميرا واللي كان عليها صور صعبة جدا وبشع على كل ضحاياه. جيفري حاول يهرب بس طبعا بدون جدوى، وتم القبض عليه وتوجهت له مجموعة تهم زي التحرش الجنسي للأطفال وارتكاب جرائم جنسية وقتل 16 شخص، وتم الكشف على قواه العقلية
وتم تشخيصه بأنه بيعاني من عدة اضطرابات نفسية، وتم الحكم عليه بسجن مدى الحياة. وفي سنة 1991 تم نقله لسجن كولومبيا، وتم وضعه في زنزانة انفرادية لأنه برضه كان بيتحرش بزمايله في السجن. وبعدها بفترة حوالي سنة تقريباً تم نقله للسجن العمومي، واشتغل في السجن عامل نظافة للمراحيض. وبعد فترة قصيرة بدأ يطلب كتب دينية من المسؤولين في السجن، وبدأ يقرأ في الكتب دي كتير ويصلي. وفي سنة 1994 اتخانق هو وسجين تاني، والسجين الآخر ده كان معاه آلة حادة لدرجة أنه أصاب وش جيفري واتصاب إصابات جامدة جدا. وفي نوفمبر من نفس السنة لقوه مضروب على راسه ومرمي في حمامات السجن، وكان شبه ميت ويدوبك اتنقل للمستشفى وملحقش ومات هناك. وبكده انتهت حياته والناس خلصت من شر وأذاه. وطبعا اتعمل مسلسلات وأفلام كتير جدا بتحكي عن حياته وعن جرائمه زي The Secret Life of Jeffrey Dahmer، وفيلم تاني اسمه Dahmer، وفيلم The Rising Jeffrey Dahmer. حتى نتفليكس بيعرض عليه مسلسل اسمه Dahmer. دي كانت حكاية النهاردة، لو عجبتك اعمل لايك وشهر الفيديو لأصحابك، وهستنى رأيكم في الكومنتات. وقولوا لي تفتكروا ممكن يكون الظروف اللي مر بيها وهو صغير تسبب له الخلل النفسي ده، ولا معقول المجرم بيتولد مجرم؟ واستنوني في حكاية جديدة من حكاوتي. أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.